الاجتماع ديال اليوم هو كان استثنائي من اجل توجيه رساله للسيد رئيس الحكومه كصرخه كاحتجاج على هذا الغلاء الصاروخي وعلى عدم تدخل الحكومه. في مرارا عملنا اجتماعات وعملنا بيات ننبه الى غلاء هذه الاسعار وبانه الطبقات الشعبيه والفئات المتوسطه لم تعد تتحمل مع الاسف مع مر في بلدنا ما كان هذا النوع ديال التضخم وهذا النوع ديال الاسعار. حنا اقترحنا واحد العدد ديال الاقتراحات، مثلا التخفيض من الضريبه ديال التيك باش يمكن الغازوال مثلا ينخفض، ولا نخفض الغازوال غادي ياثر. يعني اقترحنا على ان الحكومه تدخل في السلاسل ديال الانتاج، في السلاسل ديال التوزيع، وزاره الداخليه مسؤوله على الاسواق ديال الجمله. يعني صحيح هناك بعض المبادرات تدار لمواجهه المضاربات المضاربين، ولكن هي عاجزه. كيف ان الناطق الرسمي باسم الحكومه يصرح تيقول احنا الاجراءات يعني لم تمكن من شيء؟ اظن ان الحكومه عندها مسؤوليات قانونيه وسياسيه واخلاقيه باش توقف هذا النزيف. الامن الغذائي للمغاربه هو بمثابه الامن يعني الامن العادي، وبالتالي الحكومه لا يجب ان تبقى مكتوفه الايدي، عليها ان تتدخل وعندها جميع الوسائل باش تدخل. لا هو طبعا هناك يعني ظروف دوليه اللي هي ارتفع الغازوال، ولكن كاين المشكل ديال لا سمير. هناك عوامل اللي هي خارجه على الاراده، ولكن هناك عوامل نتيجه ضعف هذه الحكومه لانها تمثل الطبقه الراسماليه، يعني هي لا تمثل الفئات الكادحه. المشكل جزء من المشكل هو حقيقه هو خارجي، ولكن جزء من المشكل هو عجز الحكومه امام هذا الواقع. تنظن كون كانت حكومه اخرى يمكن لها ان تتدخل للتخفيف على الاقل، ما غنقولوش غادي ترجع الاسعار هذا، ولكن على الاقل للتخفيف والتسريع مثلا بالسجل الاجتماعي غادي يمكن الناس من الدعم. واحد العدد ديال الاجراءات، هذاك الوعد اللي عطى رئيس الحكومه ديال الدعم المباشر، تيمكن لنا نرجعوا للدعم المباشر. هالاسعار كاينه بحال في بعض الدول الاوروبيه، الدعم اللي كانت غدير الحكومه السابقه لحكومه السيد إنها من كيران، تيمكن لنا نعطيو دعم مباشر ديال 1000 درهم ولا 1500 درهم للفئات الهشه. هناك واحد العدد ديال الاجراءات هما راه عارفينها، ولكن مع الاسف ما يمكنش يديروها لان ما عندهمش نفس اجتماعي، ما يمكنش يديروها. وبالتالي جزء كبير هو السبب هو الحكومه عاجزه امام هذه المضاربات وامام هذا الارتفاع الصاروخي ديال الاسعار.